انت ما فرنسكش بصح بصح كلشي كيقول لك. ولكن تفرقات معاه دابا ولا مازال كتبقى تحط شي ستوريات ديال البكاوات؟ ايوا راه تفرقات معاه، راه فر فيها. لا ماشي مرت الحازوقي، لا حنا كنهضروا على على هذيك سكينه اللي كاينه في فاس. فرقات معاه ولدات معاه شي وليد واقيلا. السميه عطيتها مرت الحازوقي تموت وما تنساش، مع عمرها كيما عطيتها كيما عطيتها السميه المضاد عطيتها السميه. انا خشات راسها وتا هي وطاقات وطاقات كتبت طاقات ندى والله ما رجعت ولا حاشات ولا عجبتني فيها. سولتك جاوبتك والله الا عجبتني فيها طاقاتها وانا زيده عليا. قالوا لك واش اللي في اوزا؟ شكون هادي اللي في اوزا؟ حتى قالت لك ناري على وجه لالك القايده بوغوص وبومبو بلا فلتر وزوينه وهاكي ها بلوك. راه سير شي في حالك. ايوا ناري على وجه السيده في العينين كلكيسات والبشره ديال البيبي والزين، عرفتي القايده الا مشات قادت السنينات ويلي ويلي غادي تخاد غادي تبقى تنقط بالزين. القايده والله الا كرهتكش تعاودي السنينات ديالك. انا دابا انا نديرهم ديري غير غير العدسات غير العدسات غادي نحيدهم وغادي ندير الجسر هو اللي زوين. فين بلاصه الجسر زوين ياك اختي؟ اختي نديرهم خيط ما غاديش نديروهم اختي نديروهم. لاقاش انا عندي حتى هنايا خاصني ندير الزرع. من اليوم غتبقاو تشوفوني انا وقيدت القياد، ما كاين غير الضحك والنشط، ما كاين غير شد كرشك وضحك. حنا عندنا لايف يوميا مع العشره، هذاك اللايف غيكون ديال المطايفه ديال اش الحكومه ديال اش اختي. لا كنبغي الحكومه بزاف صديقي. القايده اللايف ديال العشره ديال اش؟ العشره ديالي ديال المطايفه نسميوه لايف اميني ديال بوتش اللي تربح. ملي غنبغيو نطايفو نبقاو نطلعو في العشره د الليل. العشره د الليل ملي غنبغيو نقشبو امتى؟ نجي الصباح بحال داكشي ديال السكينيه. اي نبقاو حنا ديما تنقشبو، حنا تنبغيو التقشاب. ولكن عرفتي بقيت جالسه كنشوف الاخرى خشات راسها خاشي راس هذيك. دابا هذيك باغا تشهر صح، كتعطيني انا الفلوس. انا عطاتني الفلوس انا فتحت اختي، انا خديت اختي 3 المليون عندها. اييه 3 عطاتني 3 وزدتني شوف حبي وزدتني الكادويات وزدتني. المهم انا ضربت يدي معاها. الا كانوا دب شريت لي مخنا هذيك نور ساك وبقيتي كتفرعي لي بخي. شريت لي واحد شريت لي واحد التعليقه ديال الذهب، جوج تعليقات اللي عطاها غير دا ليا. ودوك التعليقات ديال كاع ما رضيت لها عليهم، قالت لي ديرهم خاتم الندى ديال الذهب قدو قداش. ام درا شي خبار على طابوتشيا؟ طابوتشيا غابر طبعا. طابوتشيا ما شكون غيخطفو انت طابوتشيا؟ وعلام دار راسو تخطف. ما زيديش وخداتك عاوتاني في الكادويات. شدت لي كادويات، شدت لي لوطيل، خلصت لي المحامي وعطاتني 3 المليون. مزيان ولا ماشي؟ غير غشاتني ولا ما غشاتنيش؟ علمها دابا الا بغيت تخشي راسها تخلصك. لا انا ما نخشيهاش، الا كان الطرف الثاني كيتخشى مدلول انا لا، انا كنتخشى كنخشي بعزي. لا حتى الطرف الثاني ما حشالهاش. لا ويلي واش انا انا مازال الطرف الثاني غنستافد منه لي زابوني. ولكن هذه الاخرى شنو؟ غنتخاشاو انا والطرف الثاني وغنتشام وغادي ناخذوا لي زابوني ولب. اما انت اختي لا جدي منين ولا لين ولا قابل رجلين. حكومه اجري فيلا لا الطرف الثاني لا بعدا. ايوا ايوا نبقاو هكا نتشاموا شي ياخذ لي زابوني من شي هكا وهي غادي بوك تشري تربح. وانت اختي لاش باغا اختي تخشي معانا؟ لا زعما زعما جات النفس على 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 الطرف الثاني وهي ما كتحملني لا انا لا الطرف الثاني ما خلاتش. لا ويلي قالت لك قالت لك قسما بالله ويا ربي ولا كذبت. قالت لي كنا في واحد القهوه وكانوا معنا شي ناس اصدقاء ديالي. قلت لهم انا هذيك فلانه الحباسه ماشي من المستوى ديالك وما كنتش ناوله كاع ما ندخلها لداري. ويلي راجلي قال لي انت اش بغيتي بديك الحباسه؟
قسما بالله بقيت كنقول لها الحبس. عرفتي فاش شتهم بجوج بقيت كنقول واك واك على النفاق. ما كانش في خبارة وانا اش قالت عليا فاش كان داك الفنان. انت قالت لك ما كتحملكش ني قلت لها علاش ما كتحملهاش قالت لك كنا تلاقينا في شي سواري وكتحسب في راسها وحاسه براسها هي بصح قايده وانا كرهتها وانا كنت غادي نضربها بالطبسيل وكنت وانا قلت لها ويلي انت غتضربي هذيك الشلابه بالطبسيل هذيك راه تجلس عليك تمكاره اي خفيها فاس فاس كتخلي عندها واحد الزبيبه وانا اللي نعطيك الزبده هي كان اللي كانت ومعفونة مالا معفونة العار شعرها مقلق ويلي نطلع لك مولا صبر نعيط لصاحبتي مولا تصال ونخليكي معايا نعيط لصاحبتي وغنتسكدي لينا كل شيء بغيو تاكدوا لا طلعوا اللايف نطلع لكم شي حاجه اللايف نشوفوا راسنا طلعوا اللايف طلعوا اللايف الحكومه غتشوه راسها على ملي كنهضروا كنهضروا على واحد السيده كودرونا يا ربي جيني شي سبع اختي الدعم حبيبة ديالي خلصني وحنا وكان ما حلوش هنايا وكالة من غير بواب اغاني عربية بغا اختي طلع الكونت ديالي خلصني ومرحبا راه قلنا لك غيخلصني واش تتفهمي اغاني عربية يخلصني كتب لي الميساج مليون مرة ها ويلي انا كنجاوب يا هجب تابا هجب يابا هجب خلصني هاشي ها صافخت اويلي القايده مالكي كتقطعي عليا مشى لي الصوت صبر حيدتي درتي مهد وطلعوا اللايف طلعوا اللايف انا نصوني على صاحبتي طلعوا اللايف طلعوا اللايف الو اختي الو افدوى الحب الكبيده كي دايره لاباس عليك الحمد لله انتي بخير لاباس الحمد لله واختي انا جايه لعندك نصوب ضفراني ونصوب وصوبي لاختي شعري مرحبا سي مرحبا اش اختي نقول لك بغيت نسولك وش وتشهدي شهادة الحق نشهد شهادة الحق ما نقولها هي الحق عقلتي على النهار اللي جبت لك مرت الحازوقي اش قلتي لي من بعد مليصة الشعر اش قالت لك الكليانة اللي كانت تما قولي حازوقي قولي حازوقي قولي لي قولي لي شوفي ما تقوليش ديك الدولة قولي هي حازوقي خليها غير في حازوقي كي اش قالت لك فاش قلتي لي فاش قلتي لي هذه راه مرت حازوق اش قالت لك قالت لي لا باينه مرت حازوق قالت لي اللي كيلبس المدرح ودوك الحوايج قالت لي لابسه شعره كاع مليص كان لا مرت حازوق الا راني انتشرت قالت لي باينه على ما قالت لي دخلنا للسطوريات وكنت عاد درت واحد السطوري جيت لكازا عند شي عيد كيبيع السيكان داك الشيء مدرح قالت تهز داك شاني المدرحه وديك ويلي البس ديال على دوز اختي خاص عندي اييه واجي نقول لك العار على ربك انا كي 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 كي, كي وصيتكم عليها فاش جبتها لك الصالون وجا ربك ما تقولي الحقيقه وانتي راكي شوفي عليها مزيان شنو قلت لكم الله فيها ودي صحيتي وما نعرفهاش وطاطا الصرات ولكن اختي غنطلع فيها شعره كاع مليص المشطه كاع ما كدوزش مش ما كتغسلوش ودوزي الخاص باقي لك كتغسل بكادوم اي وبقات جالسه خلصت شي ريال عطاتكم شي درهم سؤال جمعك قلت لها واش نصايب لك دفارك حيت جيتي مع الحكومه قالت لك لا ترجع المره الجايه انت هنا رجع لي مش كيفاش قالتها كيفاش قالتها قول لي تعاودها كيفاش قالتها كيفاش قالتها كيفاش قالتها قلنا دابا ما عندناش الوقت نرجع للمره الجايه نصايبهم قربوها باش تصيب لها لافرونج فاش خرجتو رجعت ندما هي بغات تصيب غير لافرونج وبقات تخاخن طالعه من ديك لافرونج ما غاتلاش عارف ويلي شعر ويلي حال تا قرعه قرعه ويلي على قرعه بسقى الشعر ويلي والله تا قرعه بالله هي تقول لك ها انا نسحب لي هذاك الشعر اصلا اصلا من الصقه ولي حاله حلو تو ايام قالت عندها صالون قال لك واش بصح عندها صالون راه كانت عندي فاس كانت عندي فاس الحازوقيه جلستها في داري وجلستها في داري بقات يحلى فما والريستورات
واعر لك انتي كطاقي بدوك اليوم اللي ديتيها ليهم. يا الحمد لله. ايوا اللي ما عندوش شوت كنسيت انا الريستورات اللي ديتها ليهم جيعانه. كنت كل نهار كتعشى وفي قصدك دار الحوت وهذاك ديال الحوت كتشوف ديما وهذيك ديال طنجيه ودار العصير وهذاك اللي الفطور ديال وهذاك الفطور ديال اللي في قبلت ميغادور ويلي ما خليت ما درت ليها ما درت بها كلمه القليل. شتها ويلي انا بنت الخير انا الشيء اللي تصعبت معايا وجا الله في دواء انا شحال كتعرفيني دابا؟ لا دابا شي 3 سنين على 4 سنين. ايوا انت اختي قولي لهم اختي الحكومه كي دايره في الواقع. نجي واش عندها شعرها مقدد قرعه من الوسط قرعه وي على قرعه دير فاسه القروعيه حاسه من الخقاد الشعر وكاع مليط وقدامها قالت لها صاحبتي قالت لها اجي نديرو لك اجي نصوبو لك يديك ورجليك وهي خاف تخلصي تقول لها لا لا حتى المره الجايه قلت لها غير صوبي انا نخلصها لك غير صوبي ويلي وانا ما تخلص منها ايوا انت ما تخلصيش منها حبي انا عارفك ويلي قال لك عندها شي صالون بصح عندها شي صالون وراه غير كاريه وما نجحش ليها يعطيها غير الدل قال لك الحازوقيين على هاد القبال تيبغيو العفن والله الا تيبغيو العفن وهو اصلا حازوقي ما عنده حتى درهم وتحدى تحط سميتو داك ديال الفيلا تيتر ديال الفيلا بكريه كلشي مكري لا الدوبات ويلي كل شيء ويلي فين هما الدوبات وسيم جالوق نعطيك حتى السمية السيدة اللي كتاخذ من عندها الجالوق وعرفتي اش كدير البنات سمعوا عندها دوك الفلوس أسارة غادي تبقى كتلبس الحوايج ديال السوق وديال الزوق أيه سمعوا البنات اللي تيبداو يضحكوا عليكم البنات عرفتي اش كتقول لي ملي كنطفيو الكاميرا كتقول لي انا قالت لي كنتلدد ملي كنعيق على دوك المسخات نتاع الانستغرام كنتلدد قالت لي طفو قالت لي ندمت لي عرفتي اش قالت لي قالت لي طفو ندمت لي تشهرت كيدخلوا عندي غير السعايات دابا البنات مساكن الله يكون في عوانهم تيدخلوا تيقولوا لا تدور عندها تيقولوا لا دوري معانا وداك الشيء مساكن تتبقى تعاير فيهم تفو على على ملايا على ملايا لاباس عليها راكي عارفه شو كتكتب ولي ما عندهاش راكي عارفه اش كتخدم انا غادي نقطع عليك بلاتي ونعيط لك حبيبتي سلام حبيبتي ايوا راكي عارفه اش كانت خدمتها الحكومه قبل ما تتزوج ايوا راني قلتي لي عطيتيني اللعبه اجي نقول لك تيدخلوا البنات مساكن تيبقاو يقولوا لها عافاك صافي معايا كتقدي لهم داك الكيف وايات الحاضن ديالها وتقول لهم نربحكم وتبقاو مساكن البنات كيقولوا لا عفاك صيفطينا عفاك عطينا وتتبقى تجي تبقى تعاير فيهم وتبقى تقول لهم كتقول لي هاد السعايات تفو المغرب عامر غير بالسعايات يكرهوني كيحشموني قدام الحازوقي ما كتخلي اختي ما تعاير في المتتبعين قال لك جاب لها 100 جمل جاب لها 100 خريه و100 وابه و100 اش من الجمل تاع ويلي البنات باركه كون ما عرف ويلي لك وكوك على عباد الله وكوك على عباد الله وفين سوا الجمل سرحات عباد الله تشتريهم تيموت اختي على التبرقي قال الله يطلع المليون 1400 هكا الحكم هذيك الباج اتونسيون هذيك الباج وكتعور في عينيها انا اللي عاد دابا كليت الحوت كليت جوج حوتات ولكن شوفي انا دي راسك معايا سيري كوني تحشمي انا مرت رئيس دوله راه فيها النواور ويلي 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 مرت رئيس دوله هما وشان هذيك راه مشهوره بعدا تخاروا معاها راسك تتكره مرت رئيس دوله كتكره وكتكرهني حتى انا وكتكره العالم تقول لي انا بغيت نكي نحسن منها هي حاكمه هنا في اكادير انا يا سيدي كبايدي بلاكاي طاهره وجمله مفيده قالت لك خطره قولوا لي البنات
اشنو هي ندير دابا ولا نمشي لميريكان؟ عطيني الراي ديالكم، عطيوني الراي ديالكم عافاكم. اولا اولا عرفتي كنت ملي كان عرفتي ملي كانت كتبغي دير شي ستوري باش دير البوس، حيت انا خدامه ما خصني ندير لها البوس حول الخاطر. انا جدي خدمت اختي القايده وانتيا نطرب الغرفه هذه خدمت يا حبي، كنبقى نحفظها انا ري شحال كنحفظ فيها، كنبغي نموت الخاطر. وينيري واش شت الكالق وك 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 انا دغيا كتسترسب لي الكلام، انا الكلام عندي انا تعرفتي فيديو في اليوتيوب كنخلي كاميرا كاع ما كندير المونتاج. اختي حنايا واش لابات حنا زلنا انا معطينا داك الشيء من عند الله، هذاك الشيء جابوا لنا الله من عنده، حنا ما درنا فيه ما هذاك الشيء عندنا في الربر. هي كنبقى نحفظ فيها ونحفظ فيها فراسك طلعت لي فراسي غير بداك التحفاظ. اختي واش انا نبقى نرجع لتحت على القلب ما مقبولاش والو تقالي الزيت ديال امل دوريه مزيان وغادي يخرج لك منه الخارج. والله العظيم شتي ديك صوفيا والله تا مقبوله مولات الهرديسيه، والله تا مقبوله هذيك بنت مقبوله هذيك عزيز وفيها البوز زوينه كعجبني انا نتبوزه مع هذيك كتعجبني ما باش كتقول لها ها منين تدخلوا ها منين تدخلوا زوفانيلي كي كتقول لها ما كي كتقول لها ما العار قالت له وانت يا دابا ها منين غادي تدخل ها تخرجيني ولكن انا كتخريني بالضحك ما كتعجبني جدا. مرحبا بك زوفانيلي قال لي قريت مع غريتا كومون فاتو اون ايتي ا ليكول انصامبل فين كنا جونا جوفاني فكرني براسك. عرفتي اختي عرفتي كنت كنحلم شي حاجه عرفتي القايده واحد النهار شنو تقول لي شنو تسولني قولي انت شنو تسولني قولي انت قالت لي الحكومه قلت لها نعم دابا دخلت عليك بالله شكون اللي هردو سيتها كتبان طبيعيه وماشي اصطناعيه واش انا ولا القايده غيتا تما كعرفتها محكوكه منك القايده وانا ديالها مصيبها وعندها رجلها طويله صوبه واش تبوت انا بطرون تعرفيني انا ما كنحشمش راه تما يمكن حقدات عليا وقيلة من تما ذاك النهار لا ما خفت من نكذب ولا حقد عليا قلت لها واش اختي انت راه انت والقايده ما يمكنش نقارن بيناتكم، القايده راه عندها داك الشيء طبيعي وانت اختي راكي صوبتي. لا انا ما صوبتهاش انا درت هي العداله النائمه انا قزمت العداله النائمه انا رجعنا في العداله النائمه. ناوي العضلة النائمة هي قاعها محملاه ورجليها طوالين بحال دوك يا صاحبة الدخان عمود الدخان خبرك عندها واحد الهردوسي دايرة فاش كنت نحطها عندي في الباج القديمة كيقول لي الحكومة راه عندها جهة ما خت جهة عندها جهة كبيرة على جهة ودايرة ها شي شوكة كيقولوا لي راه كدهب لك الرزق تقدري ديري بها الاعلان ديال الحكومه تبقى نقول لكم شكرا نقول لكم شكرا طيب الله بخمسه كا يلا طلع ندير انا شاينا واحد الولد ما عرفش كاع في السوشيال ميديا علاش كتكذبي القايده غير لميمه انا مزوقه خرجي فيا عينيك لميمه راه بحال صحنا الامر المهم هبطنا اشوف عينيك اشوف عينيك قال لك واش النيبه تماما جابوه فضحونا فضحونا كنت دخلت في فيديو ما دخلتش اختي فيديوهاتك با اوي عرفتي الناس ميت ما غنطلعك شا فاتي هادي فاتي في الشلوقية فوكون جمرت الحازوقي باغا تطلع باش تقدو لينا ما حشمتوش شادين فيا جاتهم الغيرة مني هيت انا الناس عاجبة ولد النبي ما عرفتي النبي ما حلوة شي حاجة ماضئين في اسمك ناس ما تلقاياش في جهة اخرى تمشي تاخذ اكراميات حفلات بالرباط الا بغات الدليل تلقى بحال واه يا الكراد شاش كاين تما العار شنو قريتي ولي ولات الحرب في الدنيا قال لك هادي اقسم بالله العظيم مرت الحازوقي كانت كتمشي تاخذ اكراميات في حفلات سعداء بالرباط اللي بغات ويلي يا اس دخلي هاد القايده غيتا دخلي ويلي بما كان دابا شي باترون عندها شي دوسي غادي تجي عندنا فين الباترونات ايما تعالى النشر النشر والتوزيع الانستغرام ديالي هو اللي ديما كنطلع انا معاها ديما كنطلع معاها الحكومه تيغيب انا نكتبوا لكم احبابي انا نكتبوا لكم تيبغيوني نكتبوا لها حكومه
غويتك المزيدين. ايوا قولي لهم على المشهور دابا هذا كيدير افلام قصيره في مراكش. ايوا خوتي هبط انا وياه درنا عندنا كولابوراسيون في اكادير. ايوا هبطنا تلاقيت معاها فواحد لوتيل بلا ما نقول سميتو كنا جالسين داكشي جات لصقات صافي السيدة تزعطات في هذا لا 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 هذا كيدير افلام قصيره ود مراكش. ايوا السيد لصقات تزعطات فيه مع شافتو كبير بالعقل وزوين باكا وزوين وكيعطي الفلوس فهمتيني ولي فن 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 انا وريت الحكومه درت معاها كاميرا ولي فن تما قدفت فنانيات هكا بالزين وشقات في السيده السيده دار فيها اختي هذيك وحده خصها غير بالردات يسكتوا عليا باش ندير بلا لا نجري لا نجري تا هو فن وتنتوما سيروا كنا تحشموا شي تاويل على فركوس اختي ما تهضريليش على الانجيريه صاحبتي السيده الغليظه. ايوا المهم اخوتي السيد انا مشيت للطواليت ديما خديجه لا لا ولي على الطنجاويه ولي با خديجه دخلات وكتبغي النميمه ودخلات تبرج تقول ما تبرجاش ديما خديجه كتموت على النميمه قد الله ان ديما خديجه نشوفوها من شحال هادي ما صلنا مع الرحيم طلعي خديجه عرفتي ديبا خديجه كنتعقل عليها من ايامات الانستغرام والحروب هاي طلعت ايوا اختي ديبا ايوا اختي ديبا كنعاتب عليك كنعاتب عليك كل ما كنتش كنعرفك اختي من اليف خشيت في تيك توك ودرت رجلي في تيك توك وما جيتيش تكبري بيا وسرقتي ديبا غير سمعيني وغير سمعيني دابا مع انا يلاه كنرحل والله حتى هاد الشهر مشغوله مع رحيل يلا رحلت نص داكشي ديال الدار دابا باقي عاد غدا للدار القديمه باش نرحل داكشي الاخر عرفتي راه العيا وصافي توصل صافي توصلي للدار القديمه وعطينا البارك نتا الدار الصدقه ما تنساش ايوه انا عزيزه عليا راه ديما خليك كتبدا دائما الاخبارات الناس بكره راجل حرش زين هكا لا هو في قيم الصالح كاينه كاينه الحكومه المصداقيه الحكومه المصداقيه ما عرفتش منين كتجيب هاد الخبارات يا اختي هادي ما عرفت منين كتجيب هاد الشيء وكانت شويه تقعد تخسرنا في ديورنا زيدي كمل الحكومه الحكومه المصداقيه الحكومه المصداقيه ايوا كمل الحكومه كيعطيها شي فلوس كتحبو شنو سير نكملها كيميطه ولا نسترك باش يسترك لا كنحبو كنحبو اختي كنحبو انا كيميطه طايحه واقفه ولا طايحه براجل حرش 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 العار الحب والغاره ما كاينه فلوس لا رزق ولا قلت لكم واحد الحاجه تيقوني ولا تكذبوني تيقوك زيدي ايوا صيفطوا لي التصويرات واش من كيز واش من كيز الحكومه كما صيفطت لي هادشي في البريفي اولا انا مبينا نخرج اختي انا الان كما انت كنحمق عليها عزيز عليا وين مني كتبقى لا 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 كبر ما كبرش ليه هي غير تهبطي كيما انت تقدد فيك وتدخل عندي في البريفي ديالي انا هي المبهدله لا كيما انا ديما تنحطك عندي وكندير لك الشاين وهزقتي لا لا كانت كتحكي مع اسماعيل مان صراحه كنت كنشوفها ما بقيتيش مع داك اسماعيل مان ويلي ويلي لا صاحبتي هذاك الشيء كان غير في تيك توك وصافي نهار واختي داك الشيء باين بصح اختي تاتي كتحطوهم دموع وشطه وقدم عرفتي كيميتا عرفتي كيميتا عرفتو كيميتا كنشتوها عطيني الاوكي نحطها عندي في لاب كتعجبني العقليه ديال كيميتا حتى هي عقليه كريمينال بحالنا واش نقول لك كيميتا شنو هذا الشيء دابا هي صيفطتي لها سته ديال القلوب وانا صيفطها ليا وانا معاك ديري لي اللي بغيتي انت وجودك المهم غير داك الشيء دابا راه المشكل غتقسم معاك القايده غيتا صاحبتي ماشي مشكل مصيبه سكتي فضحتينا درتي الشوا دابا انا والقايده غيتا انا والقايده غيتا موس واحد يذبحنا خديتك انا القبيضه عندك عاطفك شي معاك كتشرشمي فيها يا اختي لا سكتي انا سموني الاخرى صاحبتك الاخرى الاخت انا والقايد من دوزه من دوزني ما عرفتش كيفاش دازك داك الفيلم ديالي انا وصاحبتي يا اختي ما كيدوز عليك والو لا كنت مشغوله مع مرت الحازوقي كنت فاتخه عطيني 3 مليون ويلي خلي دابا كيميتا تعطينا الراي ديالها في مرت الحازوقي ويلي كيميتا راه صحيحه ما تهضرش على داك الاخت واش اختنا 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 اللي قال لك بغات تشهر
لا كوين لا كوين ويا فيلا وداكشي احبي عطيني اختي الاوكي نحط داك التبوكيص اللي راكي معاه وداك الشيء مشى وهذا كيميتا صيفطت لك التاج او لا لا كيميتا او لا لا او لا لا انا كملت لك 10 هكا كملت لك 10 هكا الحكومه الناس ديال الطاليان والطاليان والطاليان والناس ديال ما تعرفوش الحكومه كتخدم على الكافه ولا مع فقير كبار ايوا كملي ليا ودي فن داك الشيء اللي راكي مع اختي نصيفطوه لي وشت بعيني باقي صغير باقي صغير والله الا باقي صغير وحب وحق الله الا كنبغي بصح صافي الحب هذا عند الرزاق شوفي هاد كيميتا اللي راكي كتشوفيها في تخرج العيني من السوشيال ميديا تولي كنمشحده تولي كنمشيشه هكا صغير وراه كتبان قدامك كتبان كنيوت عرفتي شنو كيميتا نبطو ليا داكشي قالو لي حطيها الحكم كاع ما نبغي نخليها مسكينة تدبر على راسها لا لا وما عمري ما بارطاجيتو اصلا مع حتى شي واحد لك كيميتا ديالك ما هو هذا لا لا ويلي لا هذا ماشي داعم ما والو صافي داعم شوفي اخر داعم وصيفطي 500 مليون كلشي عارفه هو الريفي او لا 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 فهمتي ماكسيم ديت تماك سديت صافي كلشي عارفه دابا حبي واش انت وليتي كدير تيك توك دابا وليت اختي بعيد البلا عليا اختي جروني لهاد التيك توك قلت لي اختي لا شوفي راه التيك توك احسن من الانستغرام اقسم بالله شي انا واخا تدير لي كونط ديال الانستغرام بزاف كنبقى نعاودهم والو ولكن التيك توك احسن حبي كيميتا واش ترحبي بيا تيك توك ولا ما ترحبيش بيا نرحب بك حبي دابا عندك شي دائمين طلعوا لنا شي جوله كيميتا عندها الناس ديالها حتى هي ديش اختنا ندخل انايا داخله كنضحك خليها تعرفك على الناس ديالها وانا كنبغي ضروري الحكومه تعرف النافق في اللايفات ديالها كاين داكشي ديال بصح مهم هي كتضحك ولكن كتقول داكشي كاين من تحت ويا اختي ما عرفتش منين كتجيب هاد الخبارات كلشي كلشي عندها الخبر ديال كلشي ما تضيع حتى شي فرصه كلشي كتعرف عليه كلشي تبارك الله عليها زعما الاف بي اي ديال بصح كتجيب الخبر قبل ما طرا ولكن هاد اللايف هذا راه بزاف